السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض موقع construction.bentley، وده مرتبط بالسينكرو. فهقول له register a trial project، وهسمي مثلا المشروع ده اكس، واقول له register، فبيبدأ يسجل المشروع عنده. طبعا بيسجل مكتب فاضي، مجرد بس ان هو بيديله الاسم. دلوقتي هيبدأ يحط زي تمبليت للمشروع دوت، كوبي رولز، كوبي بروجكت باوندري، كوبي فولدر، ويبدأ يحط فورمز جاهزة. فبعد ما بيخلص بقول له دان. طبعا زي ما انت شايف مفيش اكتيفيتي خالص، مفيش تاسكات، مفيش حاجة خالص. هدخل انا في الادمنستريشن واقول له مانج اي موديل، واقول له نيو، وهبدأ احمل الملف واقول له اوبن، واقول له كرييت. فبيبدأ يرفع الملف، هو مساحته صغيرة 4 ميجا. وكده عمل ابلود، بس لسه بيعمل شوية معالجات. لو جينا هنا هتلاقي change cover view change and remap version delete. تعالى بقى نفتح هنا كده في قائمة هوم، دي هتبدأ تظهر دلوقتي أول ما يبدأ يعالج الملف وياخد المعلومات اللي هو عايزها. ده الملف الاي موديل لسه بيتفتح. التاسكات لو في أي تاسكات مطلوبة مني هتبدأ تظهر هنا. ولو جينا نبص هنا، ده مثلا مابس، ممكن تقول له كاليندر، ممكن عايز تشوف الموديل. هو لسه بيتم المعالجة. دوكيومنتس، الملفات، في ملفات خاصة بالأدمن، ديزاين دوكيومنتس، سيفتي، وهكذا. وتقدر تفتح أي واحد فيهم وتعمل دراج أند دروب. لو عندك فولدر فيه أي ملفات خاصة مثلا بالسيفتي أو السيرتيفيكيشن، تعلم عليهم وتحطهم في السيرتيفيكيشن دراج أند دروب بدون أي مشكلة خالص. وتقدر تعمل داونلود لأي حاجة، تعمل على سيلكت، تقدر تقول له داونلود. بعد كده ممكن ندخل على الفورمس، دي حاجات جاهزة موجودة. تمام، عايز تعمل لها ري اوبن وتعدل فيها زي ما انت عايز. ده الانسبكشن. فطريقة كويسة جدا لإدارة المشروع. الداشبورد بدأ يقرا الملفات اللي موجودة في الملف اللي احنا رفعناه. تمام، فهنا بيبدأ يشوف المهمة الموكلة لفلان، طب ايه هي، وهكذا. تبدأ تقرأ التفاصيل بتاعتها. نلغي الفلتر فتظهر معانا بالشكل دوت. بيبدأ يقول لك الستاتس، في حاجات اسايند، في حاجات ريفيو، في حاجات ابروفد، في حاجات فويدد. بيبدأ يجيب لك بقى الار اف اي متأخرة قد ايه، وهكذا، بحيث ان انت تقدر تدوس على واحدة فيهم تقدر تاخد المعلومات اللي انت عايزها. وممكن تصدر البي دي اف، ممكن تعمل لها سكريبت فورم او كوبي او اد ريليتد. هو لسه شغال في السنكرونايزيشن راننج. ده يفيد في ايه؟ ده يفيد ان انت في اي لحظه ممكن تفتح برنامج السينكرو وتقول له فايل وتقول له اوبن كنترول بروجكت، بس لازم يكون تمت المعالجه والسنكرونايزيشن. يبدأ هو يشوف الملفات ويبدأ يفتح لك الملف ده على السينكرو. نقدر نشوف المودلز وكل المعلومات الخاصة بيه هنا. بدأ الموديل اللي يظهر معايا، فأقدر أعمل فيت فيو، أو أقدر إن أنا أعمل زوم على جزء معين. أقدر أشوفه من التوب أو من الجنب بالشكل دوت. تقدر تستخدم أدوات القياس.
فبيجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان تعرف معلومات عن المشروع. تقدر تشوف هنا الكالندر او المابس او الموديل، ممكن تعمل سيلكت ولو في اي تاسكات هتبدأ تظهر عندك هنا. ممكن نجرب بقى النيو انترفيس، هنا بيبدأ بقى يشوف لي الماي ريسنت اكتيفيتي. هيجيب لك معلومات عن المشروع، وهنا بيظهر لك بقى درجة الحرارة والرطوبة والحاجات دي كلها، كل ما تخص بالمشروع هو هنا خالص.